جتنا إصابات عدد كبير وخاصة في اليوم الأول من حدوث الزلزال. كان طبعا عدة أسباب. أول شيء المشافي ما كانت مجهزة لهيك أزمة كبيرة، والأمر الثاني في عدة مشافي تضررت موجودة هي بالأساس تأثرت بالزلزال، فما كان في مجال أنه يقبلوا فيها مرضى، فكان في تحويل أغلب المرضى باتجاه مشفى عنا باب الهواء، وبسبب قرب الأماكن اللي حدثت فيها الزلزال كمان وصل لعنا عدد كبير من المرضى. فخلال أول يوم مثلا حوالي 200 مصاب، بعض منهم إصاباتهم شديدة، يعني في بعض المرضى توصلوا متوفين إلى قسم الإسعاف، في بعض المرضى توفوا أثناء الإنعاش بقسم الإسعاف، وفي بعض المرضى قمنا بإجراء الإسعافات الأولية وكانت إصاباتهم نوعا ما خفيفة، قبلناهم في الجناح، وفي مرضى حولناهم على قسم العمليات مباشرة من أجل إجراء العمليات الجراحية. طبعا الكارثة كانت كتير كبيرة، يعني إحنا ككوادر هون تعرضنا لكتير ضغوط بسبب نقص الكوادر، بسبب ضغط العدد الكبير من المرضى، بسبب نقص المستلزمات الطبية، لأنه ما كل شيء متوفر، وخاصة بهي ظروف هالكارثة الكبيرة. فمثلا يعني جتنا إصابات متعددة، كسور فقرات رقبية أو فقرات قطنية، فهدول المرضى بحاجة إلى تثبيت ببراغة، بحاجة إلى مواد استجدال من الجراحة العصبية، هي مواد غير متوافرة عنا. بعثنا سيارة إسعاف فخبرونا أنه ما عم يدخلوا أي مريض، للأسف يعني لحد الآن ما دخل أي مريض على تركيا. ممكن يكون السبب طبعا الإصابات بتركيا، كمان هن تعرضوا لزلزال قوي وصار في عندهم أضرار يعني بالأرواح كمان كتير، والمشافي عندهم كمان تضررت.